كده هنعمل وجبة سريعة مع زيت نشوة. عندي ما شاء الله سلطة البتنجان بالبنجر، عندي سلطة البتنجان بالبنجر كده، هي بتبشر الايه؟ الجزر. الجزر وانا بعمل الصوص. الصوص بتاعها هقول لكم دلوقتي. عندنا شوية صوصات حلوة جدا واكل حلو جدا ان شاء الله يعجب حضراتكم بوجود الست نشوة معانا. طيب هنا ادي البنجر بتاعي، نشوف مقاديرنا. طيب بنجر مسلوق وجزر. نعم يا فندم. ابشر واحده. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. وجزر وسكر وطحينه وشبت وبقدونس ولبن رايب وعصير ليمون ثوم مفروم وخل وكمون وزيت زيتون وملح وفلفل. طيب كده هنا نجيب بوله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وادي البتنجان بتاعي بعد ما حطيت له شوية ملح وقليته اهو، حطيت له شوية ملح وقليته، وادي البنجر بتاعي. شكرا يا ست الحاجة. قطعه برضو نفس تقطيعة البتنجان. اهو وادي بقدونس، وادي الجزر، كله بفوقه مع بعضه قبل ما ادخله مع البذنجان اهو. خليهم زي ما هم حاجه، هعدهم التاني اهو. اللهم صل على النبي. اهو لازم احطه كده مع بعضه ونشيل دي من هنا بقى كده. اشكري كده هنا حبه زبادي هم. لا طبعا ازاي ناخد انت بتدعمنا بكل حاجه حلوه يا شيخ. شويه طحينه مش كتير تعمل عمليه ربط. طب انت عملت ايه في المسابقه حضرتك؟ انا عملنا حمص الشام. عملت حمص؟ ما شاء الله يعني. ما شاء الله انا كده افتكرت، بس انت عارف الزهايمر عندي شغال. فالمهم ايه؟ لا لا ربنا يديك الصحه. كده ادي الصوص بتاعي. صلاه النبي احسن. صلاه النبي احسن. حبه السكر بيعملوا شغل جامد جدا معايا، خلي بالكم. قول لي وانا اجيب لك الصوص اللي انت عايزه. دوق كده، هات معلقه ودوق كده الصوص يا حاج كده. لا 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 ده انا عارف يعني بعد كده. ادي البنجر يا شوف الحلاوه دي مع الجزر مع البتنجان.